شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العلي العظيم. كلامنا في هذا اليوم بحول الله وقوته حول إحدى القواعد الرئيسية التي يبتني عليها المجتمع الإسلامي، وهذه القاعدة هي قاعدة المساجد. المساجد لها أبعاد، ونتعرض في هذا البحث لبعض هذه الأبعاد. البعد الأول أن المساجد من العوامل الهامة في خلق الهداية وفي إيجاد الهداية. كل إنسان يحتاج إلى الهداية، الإنسان غير المهتدي يحتاج إلى الهداية، والإنسان المهتدي أيضا يحتاج إلى الهداية. ولذلك نحن في كل يوم نكرر عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم. لا يقول هذه الكلمة غير المهتدين، لا، حتى المهتدين المصلين الصائمين العابدين يقرؤون هذه الكلمة ويدعون الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. الإنسان في كل لحظة يحتاج إلى الهداية. هذه النفس الإنسانية جدا معقدة، يعني علماء النفس
ما تمكنوا أن يكتنهوا أبعاد النفس الإنسانية. إحنا اللي أقرب الناس إلى أنفسنا وأقرب الناس إلى نفوسنا، إحنا حقيقة ما نعرف طبيعة أنفسنا في المواقف، في الأزمات، في التحولات. الإنسان يكتشف جوانب من الالتواء الموجود في داخل نفسه. الإنسان يحتاج إلى الهداية. هذا الالتواء الموجود في داخل النفس، هذه الصفات السيئة اللي الإنسان لا يعرفها وفي التحولات يكتشفها، في المنعطفات يكتشفها، هذه النفس تحتاج إلى هداية دائمة. الملاحظة التي ينبغي أن نلتفت إليها أن الهداية ليست قراراً وليست فرضاً. أنا أقرر أن أكون من المهتدين، أن أكون من الصالحين. لا، الهداية ليست قراراً فقط، الهداية ليست فرضاً. أنا عندي ابن، أفرض عليه أن يكون مهتدياً، أن يكون صالحاً. هذه القضايا لا تحل بالكلام فقط وبالفرض فقط، وإنما مضافاً إلى القرار. الهداية تحتاج إلى أجواء. حتى المهتدين الأجواء تؤثر في هدايتهم وتؤثر في استقامتهم. أنتوا اذهبوا إلى بلد ما في مساجد، ما في حسينيات، ما في مجالس، ما في مجالس الدعاء، الإنسان كيف يحفظ إيمانه وهدايته في هذا البلد؟ جدا مشكل. أنتوا لاحظوا، إحنا أحد العلماء كان يقول أنا في ليالي الجمعة كنت في إحدى بلاد الكفر، واحدة من بلاد الكفر اللي المساجد قليلة هناك، الحسينيات قليلة، الأجواء قليلة. عندما تأتي ليلة الجمعة أريد أقرأ دعاء، أشو ما عندي توجه، ما عندي توجه، ما عندي إقبال. أريد أقرأ دعاء كميل، أقرأ الألفاظ ولكن ما عندي ذاك التفاعل. ولكن الإنسان في ليلة الجمعة، أفرضوه في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهو يشاهد هذه الجموع، وهو يشاهد المصلين، وهو يشاهد القانتين، الراكعين، الداعين، المتضرعين، الباكين. هي هذه الأجواء تخلق في ذاته توجها، وتخلق في ذاته انقطاعا. الإنسان في حالة الطواف عندما يشاهد هذه الجموع، عندما يرى الباكين، الطائفين، المتضرعين، واحد عندما يقف إلى جوار الكعبة يدعو، عند نوع من التوجه، من التضرع. ولكن إذا كانت بجانبه أجواء، أكو واحد عنده دا يبكي، أكو واحد عنده دا يتوسل، دا يتضرع، يلجأ إلى الله من أعماقه، هو هذا الجو يخلق في داخله توجها.
ويخلق في داخله انقطاعا، ويخلق في داخله تضرعا. الأجواء جدا مؤثرة، القرار جيد، الكلام جيد. واحد يكلم ابنه أنه صير خوش آدمي في عائلة مؤمنة، كانوا ينقلون لنا أن ابننا لا يصلي، ما يصلي، نقول له صلي يروح في الغرفة ويغلق الباب على نفسه وبعدين يطلع يقول أنا صليت. القضية مو كلام فقط، بعدين مراقبي شايفين ما يصلي. القضية مو قرار، أنا ابني أقول له صير خوش آدمي صلي، لا، هذا يحتاج إلى جو. من الذي يخلق أجواء الهداية والتوجه إلى الله تعالى في المجتمع؟ هذه المساجد، هذه الحسينيات، هذه الأدعية. ولذلك أنتم لاحظوا الأفراد اللي يحضرون المساجد والأفراد اللي على عوامل ما يحضرون المساجد، ومن جملة هذه العوامل أنه واحد يصير كبير، يعني يصير عنده مقام اجتماعي، يصير عنده ثروة طائلة. بعض الأفراد على أثر هذه العوامل بعد ما يحضرون بالمساجد، يشوف أن الحضور إلى المسجد هذا مو من شأنه، هذا مو من شأنه أن يحضر في مساجد الله، في بيوت الله. تشوفون الفرق بين هاتين النفسيتين. اللي يحضر في المساجد له نفسية معينة، اللي ما يحضر في المساجد له نفسية أخرى. الإنسان شوية شوية يبتعد عن أجواء الإيمان وأجواء الهداية. هذا لازم يكون في ذهننا، أنه يوم من الأيام إذا وصلنا إلى مقام، إذا وصلنا إلى منصب، إذا صارت عندنا ثروة، إذا الإنسان صار نائب أو وزير أو ما أشبه ذلك، أن لا ينقطع عن هذه المساجد والمجالس بحجة أنه مقامي فوق هذه الأمور. الإنسان إذا هالشكل فكر شوية شوية يبتعد عن الإيمان والأخلاق، الرذائل الأخلاقية من الكبر والحسد والغرور وسوء الخلق شوية شوية تنمو في داخله وفي نفسه. فإذا أول شيء نلاحظه في هذه المساجد أن هذه المساجد تخلق في المجتمع أجواء الإيمان، أجواء الهداية، أجواء التوجه إلى الله، أجواء الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو البعد الأول، ولعله في الآية اللي تلوناها فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، إحدى المعاني التي لهذه الآية العمارة بالحضور، بالمشاركة، بعدم الانقطاع. هذا معنى من معاني العمارة. في نهاية الآية الله تعالى يقول فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه العمارة بالحضور والمشاركة تؤدي بالإنسان، يؤمل أن تؤدي بالإنسان إلى الهداية. هذا هو البعد الأول. البعد الثاني من أبعاد المساجد هو البعد الاجتماعي،
ولعلنا لا نلتفت إلى هذا البعد في بعض الأحيان. المجتمع له حاجات، كل إنسان له حاجات، مو حاجة واحدة ولا حاجتين، إحنا كل واحد منا له مئات الحوائج. هذه الحوائج تشكل معاناة. الإنسان اللي عنده حاجة يعاني، هذه الحاجة تشكل له معاناة. المعاناة إذا لم تحل أو تخفف تتحول إلى عقد في داخل النفس. الفقير إذا ما لبيت حاجته، إذا ما ساهمنا في رفع حاجته أو على الأقل في تخفيف حاجته، هذا يتحول إلى إنسان معقد. الحاجة تتحول إلى عقدة باطنية، هذا يحقد على المجتمع، هذا يريد أن يدمر المجتمع. الفقراء غير المتدينين إذا ما عندهم إيمان، اللي يمسكهم هذا الفقر يجعلهم يحقدون على المجتمع، يريدون يدمرون هذا المجتمع. حتى هذا الفقير اللي يعيش في بيتك، فقير عامل يعيش في بيتك، يشوف التفاوت الطبقي بينك وبينه، إذا الإنسان ما يهتم بهذا الفقير، إذا ما يعتني فيه، إذا ما يكرمه، حديث أكو لطيف: من أكرم خادمه أمن. أربع كلمات ولكن تعبر عن حقيقة كبيرة: من أكرم خادمه أمن. هذا خادم، هذا يشعر في بيتك بالتفاوت الطبقي، يقول ليش أنا محروم وأنت تملك. هذا ما يتمكن يهضم هذا الشيء إلا القلة من المؤمنين، خلوهم على جانب، البقية ما يهضم. فهذا يحقد ويتآمر ويدمر. العقدة إذا ما حلت، إذا ما خففت، إذا ما روعيت، تفجر الفرد وتفجر المجتمع. هؤلاء الذين فجروا المجتمعات، الذين دمروا المجتمعات، منو كانوا؟ مجموعة من الأفراد المعقدين، يعني مريض من الناحية النفسية. نمرود منو كان؟ نمرود رجل معقد. نمرود اقروا حياته، اقروا ولادته، أين عاش؟ وين عاش؟ اقروا حياته، شوفوا أنه كان رجلاً محروماً. نمرود هذا الحرمان تحول إلى عقدة، هذه العقدة جعلت يدمر مجتمعه. نمرود دمر مجتمعه عندما كان يقول أنا ربكم الأعلى، هذا انعكاس لتلك العقدة. فرعون منو كان؟ فرعون رجل معقد. الحجاج منو كان؟ رجل معقد. هؤلاء الطغاة اللي تشوفوهم دا يدمرون مجتمعاتهم، مجموعة من الرجال المعقدين المرضى نفسيا. الحرمان من أهم عوامل تشكيل العقد النفسية. لاحظوا انطلاقا من هذه النقطة الدور الكبير التي لهذه المساجد. كم من الناس المحرومين جاءوا إلى هذه المساجد وخفف من حرمانهم، رأى أن الناس
يشاركون معه ولو بمقدار. هذه المساجد كم من الناس المحتاجين قضت حوائجهم. إذا واحد يفكر يجد أن هذه المساجد لها دور اجتماعي مهم جدا، يعني نوع من الأمن الاجتماعي تعطيه هذه المساجد. هذا هو البعد الثاني، البعد الاجتماعي. البعد الثالث، البعد الثقافي. المساجد طبعا تختلف شدة وضعفا في هذا الجانب، ولكن أصل الظاهرة مشتركة بين جميع المساجد. المسجد يعتبر مؤسسة تعليمية، الشيء الذي يشير إليه بعض المؤرخين أن أول مؤسسة تعليمية في الإسلام كانت هي المسجد، أقدم مؤسسة تعليمية في الإسلام المسجد، أقوى مؤسسة تعليمية في الإسلام المسجد المساجد. هذه الثقافة اللي احنا الآن عندنا من المساجد، هذه أقدم وأول وأقوى وسيلة ثقافية كانت المساجد والحسينيات أيضا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين للناس الحلال والحرام ومعالم دينهم من خلال المسجد يومية 5 مرات. النبي صلى الله عليه وآله يومية 5 مرات كان يحضر للمسجد. وعلى ما نقله بعض العلماء بعد كل صلاة كان يلقي خطبة، يعني 5 خطب في اليوم كان يلقيها رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي أخريات أيام حياته جمع بين الصلاتين صلى الله عليه وآله، كان يحضر إلى المسجد 3 مرات، صبح وظهر ومغرب. حتى السنة كاتبين النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا مطر ولا سفر، في صحاحهم هذا الحديث موجود. 3 مرات بعد كل صلاة خطبة. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر كل جمعة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، مو يعني فقط كان يحضر أيام الجمعة، لا، في أيام الجمعة كان يأتي ويعظ ويبين للناس معالم دينه. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق في مسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، الإمام الصادق قال لأبان، أبان ابن تغلب واحد من كبار الرواة، قال له اجلس في مسجد المدينة وأفتِ الناس، روح إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، اقعد وأفتِ الناس، يعني علمهم مسائل الحلال والحرام، فإني أحب أن أرى في شيعتي مثلك، أنا أحب أمثالك يأتون إلى المسجد ويعلمون الناس مسائل دينهم. أبان بن تغلب، حمران بن أعين، هشام بن الحكم كانوا يجون للمسجد ويعلمون الناس مسائل دينهم. في كربلاء عندما برز برير
أحد أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما برز إلى الناس برير ابن خضير رحمة الله عليه، حمل عليه كعب ابن جابر، لعلكم سامعين هذه القضية من الخطباء حفظهم الله، حمل كعب ابن جابر على برير، فقال شخص لكعب: هل تعرف هذا؟ هذا برير سيد القراء الذي كان يعلمنا القرآن في مسجد الكوفة. برير كان سيد القراء وكان يعلم الناس القرآن في مسجد الكوفة. الجامع الأزهر من الذي بناه؟ الفاطميون، وسمي بالأزهر تيمنا باسم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. بني هذا الجامع، مسجد كان، في عام 360 هجرية، يعني قبل أكثر من 1000 عام. بني هذا الجامع على يد الفاطميين، الحكومة الفاطمية، لتعليم الناس العلم ولتعليمهم فقه آل البيت. هو هذا الجامع الأزهر، كان يعلم الناس فقه آل البيت صلوات الله وسلامه عليه. جامع، الجامع، المسجد، مؤسسة ثقافية. كم من الناس عرفوا الله، عرفوا الرسالة، عرفوا المعاد، عرفوا أحكام دينهم من خلال هذه المساجد. هذا هو البعد الثالث، البعد الثقافي. ونختم كلامنا بالبعد الرابع، وهو البعد الأخروي في هذه المساجد. أنا لاحظت، هذه أذكرها كمقدمة، ولعل كثير من الإخوة أيضا لاحظوا أو عملوا هذا الشيء، الناس الذين يذهبون إلى الحج أو إلى العمرة يتقيدون بالصلاة في بيت الله الحرام. كثير منهم يعني ينتظر الأذان ينتهي، الآخرون يصلون يكملون صلاتهم، بعدين يطلع من الفندق أو من البيت يروح إلى بيت الله ويصلي فرائضه في بيت الله، يأخر صلاته نصف ساعة ساعة ويصلي في بيت الله. لماذا؟ ليش هذا التقيد؟ لأن الصلاة في بيت الله لها فضل كبير. أكو عندنا رواية أن الصلاة الواحدة، هذا باللفظ كلش سهل ولكن بالعمل كلش عظيم، تلفظ هين لكن عمل كلش كبير. الصلاة الواحدة يعني واحد يصلي ركعتين في بيت الله، هذا يعادل عند الله سبحانه وتعالى 1000 صلاة. ركعتين اتعادل، هاي الصلاة تعادل 1,000,000 صلاة. إذا واحد يريد يصلي 1,000,000 صلاة كم دقيقة ياخذ منه؟ يعني ركعة واحدة تستغرق، افرضوا دقيقة واحدة، هذه الركعة الواحدة تعادل 1,000,000 ركعة، يعني مثلا 1,000,000 دقيقة. 1,000,000 دقيقة يعني ايش قد؟ يعني كم ساعة؟ كم يوم تاخذ منكم؟
كم سنة تأخذ منكم حتى تصلون 1,000,000 ركعة؟ يعني كلش ثواب عظيم. الركعة معادل 1,000,000 ركعة، الصلاة معادلة 1,000,000 صلاة، ثواب كلش عظيم. فيستحق واحد ينتظر إلى أن يكملون بعدين يروح يصلي فرائضه في بيت الله. وفي رواية ينقلها صاحب الجواهر رحمة الله عليه أن الصلاة في بيت الله الحرام، لاحظوا كرم الله ورحمة الله، تعادل 1,000,000 صلاة، 1,000,000,000 صلاة. يعني كم؟ يعني 1,000,000,000 صلاة. الصلاة الواحدة في وين؟ في بيت الله. الصلاة الواحدة في بيت الله تعادل 1,000,000,000 صلاة، 1,000,000,000، يعني 1,000,000,000. جيد، هاي الظاهرة يمكن شايفيها، يمكن أنتم عاملين بها، أنا شفتها أيضا في مكة أن الشباب المتدين يتقيدون كثيرا ما بهذا الشيء. سؤال: صلاة الجماعة أفضل عند الله أو الصلاة في بيت الله الحرام؟ يهو أفضل عند الله. يعني رجلان، واحد راح إلى بيت الله الحرام وصلى فرادى، وواحد صلى جماعة في هذا المسجد، في مسجد أو حتى في بيت، أيهما أفضل عند الله؟ الموجود في الروايات أنه لا يمكن أن نقارن ثواب هذين العملين، ما يمكن، لأن صلاة الإنسان في بيت الله لها ثواب معين. كم؟ 1,000,000,000 معين. ولكن ثواب الجماعة لا يمكن أن يحصيه أحد. إذا جميع الإنس اجتمعوا، كم مليون؟ كم مليار من آدم إلى قيام الساعة؟ إذا جميع الجن اجتمعوا، والذي يظهر أن الجن أكثر من الإنس من بعض المنقولات، إذا جميع الملائكة اجتمعوا فملأهن أطباقا من ملائكته، لا يتمكنون أن يحصوا ثواب صلاة الجماعة إذا كانوا 10 أو أكثر. هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرواية المطولة. فإن زادوا على 10، هذا الثواب حتمي، يعني الله حتمه على نفسه هذا الثواب. فإن زادوا على 10 المصلين، فلو صارت السماوات كلها قرطاسا، السماء اللي العلم يعجز عن اكتناه أبعادها، والبحار مدادا، كم قطرة، والأشجار أقلاما، كم شجرة، كل شجرة تتحول إلى كم قلم، كل قلم يكتب كم صفحة، والثقلان مع الملائكة كتابا، الإنس والجن والملائكة يكتبون، السماوات قرطاس، البحار مداد، الأشجار المليارات من الأشجار كلها تحولت إلى أقلام، لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. هذا الثواب العظيم لمن يصلي؟
الذي يبني المسجد أليس له دور في هذا الثواب؟ يعني واحد بنى مسجد صغير في قرية بعيدة بثمن زهيد جدا، مو لازم واحد يبني مسجد ضخم، لا، مسجد صغير جدا في قرية نائية، وهذا لأغلبنا مقدور، يعني موظف عادي يتمكن يسوي هذا العمل، موظف عادي. أنا نقلت لكم قضية ذلك الرجل في مشهد اللي كان يصنع السماور وصنع 14 حسينية، نقلت لكم تفصيل القضية. رجل يصنع السماور يسوي 14 حسينية، احنا ما نتمكن نسوي مسجد صغير في بقعة في قرية نائية؟ ليش؟ أغلبنا يقدر، 10 نفرات يجون يصلون في هذا المسجد اليوم ويومين وثلاث أيام وعشر أيام وعشر سنوات وإلى 100 سنة، كل ركعة يصليها هؤلاء العشرة له هذا الثواب العظيم. هذا اللي بنى هذا المسجد ماذا له عند الله؟ له مثل ثوابه، يعني حقيقة ثواب عظيم. كل واحد من هؤلاء العشرة شقد يعطى من الثواب؟ هذا الثواب الذي ذكرناه، اللي هو أفضل من الصلاة في بيت الله الحرام. هذا المسجد يعطى لبانيه اللي بنى بقدر ثواب كل واحد واحد من هؤلاء المصلين. شوفوا شلون ثواب عظيم احنا غافلين عنه، ثواب عظيم نحن غافلون عنه. كم يبقى هذا المسجد؟ 30 عام، 40 عام، 100 عام، 1000 عام، بعض المساجد تبقى كثير. ثواب عظيم بمؤونة خفيفة، يعني اللي يصنع مسجد دا يصنع الأبعاد الثقافية، الأبعاد الاجتماعية، الأبعاد الإيمانية، وله هذا الثواب العظيم. كل مسألة تقال في هذا المسجد ثوابها يكتب، يعني مثل ثوابها لذلك الباني، لذلك المتبن. الله تعالى فتح لنا هذا الطريق. الآن اللي واحد يتمكن، واحد يبني عدة مساجد، ممكن ما يتمكن، يجتمع مجموعة يبنون مسجدا يشاركون في هذا الثواب العظيم. نقرأ بعض الروايات عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الرواية الثانية عن أبي جعفر، يعني الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: من بنى مسجدا كمفحص قطات، القطات طائر بقدر الحمام، مفحص القطات، القطات عندما تريد أن تبيض تأتي وتحفر في التراب برجلها أو بصدرها حتى تبيض في تلك الحفرة، هذا شي يسموه؟ يسموه مفحص قطات. إيش قد عمقه؟ لعله هالقد يكون أو أقل، هذا مبالغة في القلة. من بنى مسجدا كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. الرواية الأخرى
عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: إن الله إذا أراد أن يصيب أهل الأرض بعذاب على أثر كفران النعمة، على أثر المعاصي هاي الموبقات اللي ظهر الفساد في البر والبحر، فالله يريد أن يعذب هذه المدينة. قال الله: لولا الذين يتحابون في ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار. احنا الشباب خو غالبا ننام الى اذان الصبح او الى قريب طلوع الشمس، هؤلاء الشياب، هؤلاء العجائز، هؤلاء اللي يستغفرون الله سبحانه وتعالى بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. لولاهم لأنزلت عذابي. إذا ما كان هؤلاء اللي يستغفرون بالأسحار الذين يعمرون المساجد، الله كان ينزل العذاب، فهؤلاء سبب لدفع العذاب. الرواية الأخيرة: من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه، هاي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قال بكل ذراع، إما بكل شبر أو كل ذراع، الذراع تقريبا يصير شبريا بشبر الإنسان نفسه. أعطاه الله مسيرة 40,000 عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ، بكل شبر الله سبحانه وتعالى يعطيه مثل هذه المدينة في الجنة. ولا بأس أيضا بهذه الرواية عن رسول الله: من أحب أن يكون قبره واسعا فسيحا فليبن المساجد. الإنسان الذي بنى مسجد ومات وتحول إلى تراب وتحولت عظامه إلى رميم، هو رايح منتهي، ولكن هذا المسجد قائم. الله سبحانه وتعالى يجعل قبره فسيحا، وفي كل يوم، بكل صلاة، بكل دمعة، بكل موعظة، بكل كلمة خير، بكل قضاء حاجة، الله سبحانه وتعالى يعطيه من الثواب العظيم ما لا يمكن أن نتصوره. هذه فرصة حقيقة، الإنسان يجب أن ينتهز هذه الفرصة حتى لا يحرم من هذا الخير العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق. هدي